مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام وإطلالة جديدة ببرنامج قانون اللعبة وكرة الطائرة اللي قاعد ناخذ لها كل جزء وكل جزء نتحدث عن أجزاء معينة بهذه القوانين. خلصنا جزء القياسات، خلصنا جزء أيضا دور كل حكم داخل الملعب ونقاط كثيرة سولفنا فيها. الآن بندخل بأجواء المباراة، نبي نشوف اللاعبين وعدد اللاعبين والسكور شيت شلون ينحسب، كل هذا واكثر مع ضيفنا الكابتن والحكم عبد الامير احمد، لكن بعد البطاقه التعريفيه. رجعنا وياكم مع الكابتن عبد الامير احمد، حياك الله كابتن امير مره اخرى في قانون اللعبه. الله يحييك مشاهين وصادق المشاهدين. حلو لما تسمع النشيد قبل صافره المباراه ودخول اللاعبين من كل فريق ويصطفوا لك الاستضافه الجميل، ومن ثم عاد يدخلون ارضيه الملعب. كم لاعب لكل فريق في كره الطائره يتواجد داخل الصاله؟ وعدد خلينا نقول الستاف الفني والطبي والاداري ايضا كم شخص يكون متواجد داخل الصاله؟ نعم طبعا احنا هذا نسميه البروتوكول. نعم يسمونه البروتوكول دخول اللاعبين، وهذا البروتوكول وهذا يحدد ما بين ربع ساعه ونص ساعه. ايه في عندنا بالدوله عندنا طريقه عمليه البروتوكول. حلو. في ربع ساعه وفي نص ساعه حسب اللجنه المنظمه شنو تبي. جميل. عدد اللاعبين مثل ما قلنا احنا ان احنا عندنا حاليا نلعب نظامين، نظام 12 لاعب إيه؟ ونظام حاليا 14 لاعب. حلو. شلون يقول لك الاتحاد الدولي يقول لك يبا انت عندك عندك 12 لاعب تقدر تسجل ليبرو او ليبروين، 12 لاعب. حلو. بس إيه؟ دور الليبرو. الليبرو. حلو. بس يقول لك اذا في حاله اذا انت سجلت اثنين ليبرو او إيه؟ تبي تلعب اثنين ليبرو نظام اثنين ليبرو نعطيك ادفانتج تسجل 14 لاعب بدل 12 لاعب. تقصد اثنين ليبرو داخل الملعب؟ لا هما اثنين ليبرو تسجيل. تسجيل. بس ليبرو واحد اللي داخل الملعب. داخل الملعب. بس نعم. يتم التبادل بينهم. حلو تمام. بشكل نفس اذا بسجل ليبروين يعطونك ليبرو. ادفانتج انه من 12 لاعب بدل ما يكون ليبروين يصير عندك 10 لاعبين. صح. يصير عندك 12 لاعب بالاضافه للليبروين. حلو. فمعناته حتى لو كان عندك 12 لاعب تقدر تلعب نظام اثنين ليبرو. يعني اهم شيء بس قالوا لك يبا تبي تلعب اثنين ليبرو نعطيك ادفانتج 14 لاعب. ممتاز ممتاز. عدد تحكي عدد اللاعبين في الملعب احنا قلنا سته. اي ففي حاله اذا كانوا 12 لاعب معناته سته على البنش. سته على البنش. او في منطقه الحماء. اللي المربع هذا اللي ثلاثه ثلاثه. ممتاز. يسوون عمليه الحماء الستريتشنج والسوالف هذه. خليني اوقف عند هذه المنطقه، انا قبل انت قلت لي انت وايد قديم وهي انا قديم. الاحماء كانوا يركضون ورا الملعب حتى بالكاميرا نشوف نقول شكلهم بايخ انه وقت المباراه تشوف اللاعبين هذول ممكن اصلا ياثر بتركيزهم على اللاعبين داخل الملعب. الان تغير ما قمنا نشوفهم، انت تفضلت قلت ثلاثه في ثلاثه، هذا يكون خلف البنش؟ اي خلف البنش في الزوايا. حلو. زين الحين احنا عمليه الاحماء اللي قاعد تصير خلف الملعب هي في عمليه التايم اوت. نعم. او الثلاث دقائق اللي بين الاشواط يقدر اللاعب يتحرك وش اسمه مع الكره هني. اما في تايم اوت او تي تي او تذكرت تي تي او ترى شالوها. خلص دقيقه هو عند نقطه 8 و16. ايوه كان ياخذ دقيقه. اي هذا خلاص لغت من الاتحاد الدولي. حلو. هني ايضا يقدر اللاعبين ياخذون عمليه احماء بس. نعم. من غير كره. حلو. اما بين الاشواط يسوون عمليه الحماء مع الكره. جميل. منطقه حكينا عنها بالزاويه هذه منطقه 3-3. نعم. هني ايضا عطوا مجال انه مثلا اذا كان عندك ارتفاع اللي يسمونه شفت الطوف هذه ورا شو اسمه مالت الجمهور. حلو. اذا عندك ارتفاع اعلى من 3 متر تقدر تخلي المنطقه اللي خلف البنش الاحتياط يقومون بعمليه الحماء في هذه المنطقه. ممتاز. او انه يقوموا واقفين بدال ما نوقفهم في منطقه الحماء. نعم. نقول مثلا ان ملعب اصغر. تقدر بس عندك سور مرتفع. ايه؟ زين عدد الرسميين قبل كانوا يقعدون ثلاثه الحين اسمحوا لهم خمسه. نعم. اللي هو المدرب. ايه؟ مساعد المدرب. حلو. ومساعد مدرب ثاني. تمام. وايضا الطبيب. ايه؟ والممرن. الممرن الاداري هذا ما في تحدي ما في
لا اللي يسجل سكورتشي مشرف الفريق مثلا. هذا يعتبر المشرف، هذا ما في، لا لا بالاتحاد الدولي ماكو مشرف، ما في شيء، بس عندنا محلي والله افضل. والله هو اللي يقوم يساعد المدرب عمليه التسجيل ويراقب الفريق كله، المساعد المدرب الاول والثاني. حلو حلو. نعم. هذه اللي يكونوا متواجدين داخل الرسميين. الرسميين حلو، هذا العدد المطلوب. لكن نتمنى في قوانيننا المحلية، في كرتنا المحلية، والله مو بس في كرة الطائرة، في كل الألعاب الرياضية الجماعية، إلا ما يتواجدون على البنش أكثر من المسموح فيهم الرسميين، عشان لا تصير في هذه المناوشات اللي ما لها داعي، ونشوف بالنهاية في خلافات وفي ضرب وفي أشياء ما نبيها ولا نتمنى أيضا نشوفها. على العموم ما لكم فيها الأمر، ما نحب نسولف الأمر السيء، دائما نحب نسولف الشيء الإيجابي في قوانين اللعبة بشكل عام. نروح وياكم إلى هذا التقرير ونعود. كرة الطائرة هي ثاني أشهر رياضة في العالم وأكثر انتشارا، انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا لتتصدر المركز الأول في البرازيل، ولهذه اللعبة شعبية جيدة في معظم دول أوروبا وبالأخص إيطاليا وهولندا وصربيا، وبالإضافة إلى روسيا وبعض الدول في قارة آسيا. وتعد هذه الرياضة الآن أكثر الرياضات شعبية في البرازيل. رجعنا وياكم مشاهدينا بعد التقرير. 6 لاعبين اللي داخل الملعب، شلون يكون توزيعهم؟ شلون تكون حركتهم؟ حلو. طبعا هو كرة الطائرة هي عبارة عن هذه اللي انت قاعد تحكي عنها، اللي يسمونها ترتيب اللاعبين في الملعب. لاعبين اماميين، لاعبين خلفيين، منو مركز واحد. طبعا تعرف المراكز عندنا 6، 1 2 3 4 5. نعم. مركز واحد اثنين، اللي مركز واحد هو عند الارسال يعتبر هو هني، وايضا عندك 2 3 4 5 6. تمام. طبعا بس خلينا نحدد العلاقة اللاعب رقم 1 و2 و6. حلو. أساس ما نطول الموضوع. اللاعب رقم 1 هو الأقرب للخط الجانبي الأيمن. نعم. وأي بالزاوية. اللي بالزاوية أحسنت. نعم. ويكون أمامه اللاعب رقم 2. اللاعب رقم 2 لازم يكون هو الأقرب لخط المنتصف من اللاعب رقم 1. حلو. زين. هذا الأمامي اللي يكون يعني قريب على الشبك. اللي قريب من الشبك. نعم. وأيضا يكون على يساره اللاعب رقم 6 اللي هو بالنص هذا. حلو. اللاعب رقم 6 لازم يكون هو الأقرب إلى الخط الأيسر من اللاعب رقم 1. حلو. فهني احنا نحدد، لاحظ هذا لاعب 1 الحين قاعد اشرح لك. أيوة. لاعب 1 صح. تخيلوا عندنا 6 لاعبين، 6 علاقات. صحيح. علاقة لاعب مع لاعب، وعلاقة مركز مع مركز. نعم. لاحظوا هذا الشيء اللي قاعد نسويه. هذا اللياقة الذهنية. ايوه. تعال هنا اللياقة الذهنية في كل نقطة. صح. اللاعب بوشاهين وينه؟ كان مركز 1 وين راح؟ ايه. بوشاهين رفاع كان خلفي ويا رفع في المنطقة الأمامية. هذا دور الحكم الرئيسي ولا هناك حكم يسار؟ ثلاثة. حكم رئيسي والمساعد. هذا مع المستقبل، هذا مع المرسل، هذا مع الكرة، هذا مع الذكرى. زين. في كل كرة. اي في كل نقطة، بداية نقطة. الفريقين يتغيرون؟ في كل بداية نقطة. اي مع كل واحد. نهاية نقطة. إيه؟ اذا انا اكتسبت النقطة، اذا كان الارسال معي. إيه؟ فخلاص هو يا الارسال عندي ثابت، انا مرسل. صح. طاح من الارسال اتحرك. لا مو انا اتحرك، الفريق اللي قدامي يا للنقطة هو. إيه؟ اللي يتحرك. اي اوكي. لما تيلي انا مرة ثانية اكسب النقطة. إيه؟ انا لازم ارد اتحرك. كان امير موجود على دور بوشاهين، لازم الحين بوشاهين من مركز من هذا مركز 2. إيه؟ يرسل في مركز 1. هذه ترى وايد نقطة مهمة، ان مو الفريقين يتحركون. لا طبعا، لا الفريق اللي يكسب النقطة، اللي يكسب تو نقطة جديدة. أيوة. هو اللي يتحرك. برافو عليك، هذه نقطة ترى وايد تغيب عن الناس، يمكن انا اولهم يعني اقول لك اياها، يمكن كنت افكر بالفريقين. العموم الليبرو المختلف هذا اللبسه عادة نشوفه قصير. نعم. بس ليش مميز؟ الليبرو او الاثنين الليبرو الموجودين هو ايضا الحين نقدر يستغل المدرب عدد وجود ليبرو واحد او عدد اثنين ليبرو. يكون عنده لاعب مميز في عمليه استقبال الكره الاولى، ويكون عنده لاعب مميز في عمليه الديفنس. حلو. في اثناء التداول. تمام. فممكن يستغل اول واحد ان الكره الاولى يكون رساله ضدك، ينزل الليبرو المميز. بوشاهين مميز في استقبال الكره الاولى. حلو. حلو. افضل من امير اللي هو مميز في الديفنس. تمام. ونزل الامير مثلا يستقبل. أيه. نرجع حق النقطه اللي تحكينا عنها، الاتحاد الدولي يبي اكشن، يبي اثاره، نزع عمليه الليبرو اللي هو اللاعب اللي لابس اللبس المخالف كليا. نعم. ما ذكرنا هذه النقطه في حلقتنا اللي تحكينا فيها الليبرو، حاليا يسمح للليبرو انه يكون كابتن الفريق.
قبل كان ممنوع. ممنوع اي تقدر تختار اي لاعب موجود صح. في ككابتن الفريق ما عدا الليبرو. اي صح. الحين تقدر تستخدم الليبرو فريق وكابتن فريق. يمكن اخر سؤال بسالك عن الليبرو اللي عرفته وابيك تاكد لي او تنفي لي هل صحيح او خطا انه ما يقدر يكبس. نعم. وما يقدر يرسل. نعم. صحيح. إيه لحد الحين هذا الموضوع الإرسال أيه؟ ممنوع فوربدن حقه. حلو. قلنا عملية ضرب الكرة في المنطقة الأمامية. إيه. ما ضرب ما الكرة. يقدر. يقدر عادي يعني. يقدر يضرب الكرة يقدر يشوت الكرة أو يضرب الكرة أو يكبس الكرة طول ما أن الكرة أدنى من حافة العلا الشبك. أوكي حلو يعني الكبسة الخفيفة. أيوة. المهم قوية خفيفة على حسب طوله يعني يقدر هو يرجع للظهر الخلف. ويطق الكرتي احسنت نعم. فطول ما ان الكره ادى من حافه على الشبك هني يقدر يسوي اللي يبيه. حلو بس غير هذا الشيء فوربيدن. ايه. وايضا ما يقدر يشارك عمليه البلوك مجرد مشاركه ها مجرد انه يحاول بس يحاول انه يبي يهوش حق اللاعب انه بيسوي بلوك ايه؟ على طول صفر ممنوع. هذا مهضوم حقه يعني ترى وايد اشياء. ايه يعني يبينا حق ديفنس احنا مو يبينا عشان يدي خلق الله. انت حكم شيك معصب عليك. لا على العموم كابتن عبد الامير اوقف لهاللحظه ايضا راح نسولف في نقاط كثيره ما شاء الله يعني والله ما توقعت ان كره الطائره بهالقوانين الكثيره فاحنا ان شاء الله راح نكون مع الساده المشاهدين في حلقه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكر موصول لكم انتظرونا في حلقه قادمه في كره الطائره والله وايد 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 في قصص ثانيه في الانتظار فما الله.